بصوا العيش القمر ده بتاع يوم الجمعة العظيمة. كمان في الفيديو هقولك على تريكات هتخلي العيش بإذن ربنا ينجح معاكي من أول مرة. يعني لو انتي مبتدئة او نفسك تعملي لقمة حلوة في البيت تعالي شوفي الجمعة الطريقة العظيمة. بتاعتي بصوا العيش من ازاي. جوه عامل ازاي، مورق تحفة. بصوا طري، هنمسك اي رغيف كده هنلاقي. بصوا عامل كده مال تحفة، حلو جدا. بصوا ينفع ناكل بيه اي ينفع حاجة، طبعا ناكل بيه لكن جبنة. انا بحب اعمله طبعا علشان الجمعة العظيمة. هناخد من ده مقطوع اهو، وده اهو هناكله طبعا ساندويتش، بالطعمية كده، بيبقى حلو جدا وده جدا جناح. جدا. عايزة اقولك تعالوا مع بعض نشوف العيش بتاع يوم الجمعة العظيمة ده اتعمل ازاي. يلا بينا. بصي بقى الست الكل، اول حاجة معانا كيلو من الدقيق هننخله كويس جدا، يكون اهم حاجة دقيق متعدد الاستخدامات، يعني تلاقي الكيس مكتوب عليه كده متعدد الاستخدامات، او لو هتجيبيه سايب. هنجيب كيلو دقيق ننخله كويس جدا، بعد ما نخلتيه كويس هنحط عليه معلقة ممسوحة من السكر، اي سكر بودرة حبيبات اي سكر متوفر عندك. بعد كده هنحط ربع معلقة بمعلقة الشاي الصغنونة ملح. بعد كده هنجيب ظرف كامل من الخميرة الفورية، انا طبعا حطيت الخميرة على طول علشان انا شغالة بيها اكتر من مرة وعارفاها، لكن لو حضرتك اول مرة تستعمليها هتجيبي نص كوباية من المية الفاترة مع معلقة السكر، وتفضي ظرف الخميرة وتقلبيهم وتغطيها قيمة 3-4 دقايق. لقيتي الخميرة عملت فقاقيع يبقى تمام، الخميرة بتاعتك كويسة تقدري تشتغلي بيها. لقيتيها ما عملتش فقاقيع يبقى الخميرة مش كويسة، هتضطري تجيبي غيرها. ده لو انتي اول مرة تستخدمي خميرة معينة، لكن لو شغالة بيها اكتر من مرة هتعملي زي على طول كده اهوت. بعد كده نرجع بقى للعجينة، حطينا معلقتين اتنين بالعدد زيت، اي زيت عندك متوفر، وحطينا كوبايتين مية. بعد كده بقلب الكلام ده كله كويس بالمعلقة، وبمسح المعلقة وبضطر اشتغل بايدي. طبعا حطيت بحط بقى المية واحدة واحدة لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا، يعني انا اول كوبايتين نزلت بيهم، بعد كده نزلت بشوية شوية كده اهوت، وببتدي اقلب زي ما حضرتك شايفة. انا عايزة العجينة ملزقة، بتسيب من ايدي لكن ملزقة. احلى معجنات تاخديها لما يكون العجينه بتاعتك طريه وبتلزق سيكه بسيطه كده اهو. طبعا حطيت معلقه زيت كمان بعد ما العجين لم زي ما حضرتك شايفه كده اهو، حطيت معلقه زيت كمان وبدات اعجن فيها قوي. عجنت في المرحله دي ما يقلش عن 5 دقائق لحد ما العجينه بتاعتي بصوا بتلزق لكن بتسيب من ايدي. تركية مهمه جدا جدا جدا. بعد كده بلم العجينه، الطبق بتاعي نضيف اهوت، وبغطي العجينه لحد ما حجمها يتضاعف. قد ايه نرمين؟ ممكن نص ساعه، ممكن ربع ساعه، ممكن ساعه الا ربع، لحد ما حجم العجينه معاكي يتضاعف يخمر. بعد كده بدي برضو مسحه زيت بسيطه، نص معلقه زيت كده اهوت. المجمل كله بتاعنا كان 4 معالق زيت، وبغلف العجينه كده اهوت بالزيت من تحت ومن فوق بحيث ما تلزقش في الحاجه اللي انا بعجن فيها. وبعد كده هغطيها ببلاستيك الاول، البلاستيك ده حلو بيساعد ان العجينه تخمر معاكي بسرعه البرد، وبغطيها باي حاجه تانية وبسيبها لحد ما حجمها يتضاعف بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده اهو. بعد كده مش بهبط الخميره منها ولا حاجه، باجي طبعا الرخامه بتاعتي بدي رش الدقيق، وببتدي اكور بقى الكور اللي تحبيها، حبه الرغيف زي ما انا عامله هتكوري كوره كبيره كده اهو، حبه الرغيف اصغر هتكوري كوره اصغر، حبه الرغيف اكبر هتكوري الكوره اكبر. طبعا كل ده يرجع لذوق كل حد فينا. طبعا بدي اهم حاجه رشه الدقيق على الرخامه علشان العجينه بتاعتي ما تلزقش مني، وبكور العجينه كلها مره واحده. وبعد ما بكورها بغطيها واسيبها ترتاح مده ما تقلش عن 10 دقائق. العجينه كل ما سبتيها ترتاح كل ما كانت سهله جدا معاكي في الفتح. طبعا انا هكور الكميه كلها وهغطيها برضو لحد ما اسيبها ترتاح 10 دقائق اهو. بصي سهل وبسيط، عايزه اقول لك ما كملتش وقت خالص في المطبخ، ممكن ساعه ساعه ونص على بس العجينه ما خمرت. حلو جدا 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 تعمليه طبعا بقى اليوم الجمعه العظيمه، بيبقى حلو قوي 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 يعني جميل. انا طبعا قلت انزل لكم بالفيديو بدري علشان تلحقوا تعملوه وتجهزوه، انا بعمله وبعبيه في اكياس وبشيله في الفريزر يبقى جاهز عندي، تطلعيه كانك لسه عاملاه. ممكن تقيدي الفرن وتسخنيه بيبقى حلو قوي. طبعا بقى بعد ال10 دقايق ما العجينه ارتاحت بجيب بقى برضو رشه دقيق قدامي كده اهوت على الرخامه، وببتدي افرده بين الشيبه. طبعا ما تتكيش عليه، حسسي احنا مش عايزين الخمر اللي فيه يهبط، يعني بالراحه كده خلي ايدك كده ايه خفيفه وانتي بتفردي الرغيف. طبعا سمك الرغيف ده يرجع ليكي وكبره ده يرجع ليكي طبعا، بس احنا مش عايزين السمك يبقى قليل، يعني ممكن نقول ماكسيمم
1 سنتي. بصوا العجينة خمرانة ازاي، حلوة جدا. هنجيب برضو واحدة كرة كمان، ندي رشة دقيق ونمسح النشابة بتاعتنا بمسح الدقيق عشان ما تلزقش، عشان احنا عارفين ان العجينة ملزقة سيكة. وبعد كده تبتدي تفردي، ما تتكيش على العجينة، يعني خلي ايدك خفيفة كده هو عشان ما نهبطش الخمر اللي في العجينة. طبعا جبت فوطة نظيفة بتكون بيضة او اي لون يعني مش شرط، فرشتها على الرخامة وحطيت عليها ورق بلاستيك، كيس مطبخ يعني، قطعت الكيس نصين وفردتها بالمنظر دوت، وببتدي ارص عليها العيش، بس بسيب مسافة 1 سنتي بين كل رغيف والتاني. الخطوة دي مهمة جدا، ان احنا بعد ما هنفرد الرغيف هنسيبه يريح 10 دقايق كمان. بصوا ببتدي انفض بقى من تحت الزيادة وبحطه على الفوطة اللي انا حطها عليها علشان هسيبه يرتاح 10 دقايق كمان. بصوا بالراحة خالص كده هوت، انا مخليه سمكه تقريبا بتاع 1 سنتي او 2 سنتي، يعني سمك حلو. طبعا حبة اللقمة كده فيها قلب وطرية هتسيبي السمك بتاعها تخين، حبة اللقمة ما يكونش فيها قلب هترققي الرغيف معاكي، بس اهم حاجة ما تتكيش بالنشابة على الرغيف عشان ما تبلطيهوش، عشان لو بلط معاكي مش هيقب وانتي بتسويه، فدي ملحوظة مهمة جدا. خلي بالك ايدك تكون خفيفة وانتي بتفردي الرغيف، اهو سهل وبسيط. عايزة اقولك كيلو دقيق هتعملي، عمل معايا كمية بصراحة، انا نسيت اعدهولكوا لكن عمل معايا كمية. بصوا شكله بقى في الاخر اهو حلو جدا. طبعا هغطي الكلام ده كله تاني بحتة قماشة تكون نظيفة وهسيبه يريح 10 دقايق. بصوا شكله حلو جدا، بصوا خمران وعامل ازاي. هجيب بقى طاسة على البوتاجاز تكون غير قابلة للصق، يعني مثلا تيفال، يعني لو ما عندكيش ممكن ألومنيوم عادي بس تمسحيها بزيت. وبسخن الطاسة بتاعتي قوي قوي، وبعد كده بوطي النار للنص وبحط الرغيف بتاعي هقلبه، ادي كده اول قلبة، وبساعده باي حاجة ان هو يقب، يعني حاجة كده مثلا معلقة وتبتدي تضغطي عليه ضغطة كده اهو. بصي هيقب كله معاكي ما تقلقيش، المهم ان احنا ما تاكلناش عليه بالنشابة واحنا بنفرده، فكده تمام احنا ما بلطناهوش وسبناه يرتاح 10 دقايق. بصي اهو بيقب، انا بساعده بس كده بالمعلقة، وتاني قلبة يعني اول قلبة وتاني قلبة وتلاقيه قب معاكي خلاص، السوا مش بياخد وقت خالص. بصوا شكله بعد ما استوى حلو جدا، وبإذن ربنا هيطلع ناجح معاكي وهيقب كله ما تقلقيش. ودي تاني قلبة، نقلب تالت قلبة، يعني ممكن ماكسيموم من تالت قلبة يقلب معاكي، اول قلبة بعد كده تاني قلبة بعد كده تالت قلبة هتلاقيه قب معاكي، بس ساعديه بمعلقة بس متكيش عليه قوي عشان لو رغيف اتخرم وانتي بتسويه هو مش هيقب، هو اوريدي هيبقى منتفخ وكل حاجة لكن هي اتخرمت خلاص فمش هتقب. بصي انا بساعده بس كده هو، وكله بإذن ربنا هيقب معاكي ويبقى زي الفل. حلو جدا جدا جدا، يلا استعدوا بقى ليوم الجمعة، ده بيبقى يوم عايزة اقولك مميز في كل بيت، حلو جدا. فاعملي بقى لقمة حلوة كده، ولو يعني حابة تعمليه في نفس اليوم مفيش اي مشكلة، لكن طبعا احنا كلنا عارفين ان اليوم ده كلنا بنبقى ملخومين فيه بره، طبعا بنبقى موجودين في الكنيسة فمش بنبقى فاضيين ان احنا نعمل اكل وكده هوت، غير لما نرجع بتبقى كل حاجة جاهزة بقى، عجينة الطعمية والفول والعيش والكلام ده كله، فجهزيه وشيليه في الفريزر بيبقى حلو جدا. وطبعا هنزل لكم برضو بعجينة الطعمية، تقدروا برضو تشوفوها وتحتفظوا بها في اكياس وتشيلوها في الفريزر وتبقى كل حاجة جاهزة معاكم. بصوا قب بقى شكله حلو ازاي، يلا بقى تشجعي اعملي نص كيلو لو انتي قلقانة، لكن ما تقلقيش بإذن ربنا هيطلع ناجح معاكي. مقاديره سهلة خالص وبسيطة، كيلو دقيق، ظرف من الخميرة الفورية، معلقة ممسوحة من السكر، ربع معلقة صغيرة بمعلقة الشاي ممسوحة من الملح، ومية، بس كده سهل وبسيط. واربع معالق زيت هنحط 2 واحنا بنعجن، ومعلقة واحنا بنلم العجينة، واخر معلقة هندهن بيها الحاجة اللي هنحط فيها العجينة تخمر علشان ما تلزقش معانا. مش مكلف وبسيط وهيعمل معاكي عدد، يعني انا عاملة اكتر من 20 25 رغيف. بصوا حجمه ومليان كده، تحسوا كده انه مدي البيت جو كده حلو. نعمل ساندويتش من العيش القمر اللي احنا عاملينه ده، انا بسمي العيش ده عيش برضو يوم الجمعه العظيم. بصوا الطريش من جوه عامل ازاي، امسك اي رغيف هنلاقي، بصوا عامل زي الفطير، قربي كده يا توته، بصوا الجمال، بصوا واخد النهارده تحفه، حلو جدا. رضاكم لازم تجربوا العيش ده بتاع يوم الجمعه العظيمه، حلو جدا جدا جدا. واذا احتجتم اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، اشوفكم في اكله جديده من كده، لو اكلات نرمين، باي باي.